السلام عليكم الاخوان والاخوات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو استثنائي، فيديو في حديقه نزهه حسان في هذا اليوم الرائع والجميل. جيت باش نبارطاجي معكم هذه الخريجه. هذه خريجه يعني خفيفه ظريفه مع صديقه عزيزه عليا، وغادي ندوزها لكم ان شاء الله حتى هي تتكلم معكم. صديقه اللي ما كنحسبهاش غير صديقه، وانما كنحسبها اخت اللي عزيزه عليا بزاف، اللي كتواجد هنا في مدينه الرباط. وغادي ندوزها لكم ان شاء الله تهضر معكم وتواصل حتى هي معكم. وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذا الفيديو، هذا فيديو اللي ان شاء الله غادي يكون خفيف ظريف، ما غنطولش معكم فيه بزاف. جيت باش نبارطاجي معكم هذا الجو وهاد الحديقه الزوينه اللي كتسمع فيها صوت العصافير، فيها واحد لولاك غزال حتى هو دابا نبارطاجيه معكم تشوفوه. وهانتوما معايا في هذا الفيديو هذا وفي هذه الخريجه هذه. صراحه ارتحت بزاف في هذه الحديقه هذه، هاتي ماشي غير ارتحت، ارتحت وارتحت بزاف صراحه. فيها الجو غزال، الناس كتمشاو، صوت العصافير كيتسمع. وعاد نديكم معايا تشوفوا لو لاك، فيه واحد تبيطات وهادي، المهم داكشي غزال ما شاء الله. صراحة اول مرة انا كنجي لهاد الجردة هادي وكتعجبني بزاف، ان شاء الله غادي نولي نجي لها ان شاء الله في المرة المقبلة. غير اليوم قلت تلاقيت بالصديقة والاخت الرائعة اللي كاملين كنعرفوها، وانسانة اللي روعة روعة بزاف وعزيزة وغالية عليا بزاف. هي انسانة رائعة ماشي غير في اليوتيوب، فهي رائعة أكثر في الواقع، في هذا اللقاء ديالي بها الثاني في هذا الأسبوع. ولكن باش عرفت عليها في هذه المرة الثالثة اللي كنخرج معاها، والخرجة ديالها كدوز زوينة بزاف. ما كليش نشدها لكم ما كتبغيش هي تبان، ولكن غادي نخليها تجي تهضر معاكم وتسمعوا بإذنكم شنو غادي تقول لكم في هذا الفيديو هذا. ورضات يجي هضر مع المتتبعين ديالي. السلام عليكم، الو كيف حالكم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايره اموركم؟ صحتكم على خير؟ حنا جات عندي لاله كنيزه، جات عندي من دار الرباط ولي الشرف باش جات عندي، وخرجنا تسالينا شويه، درنا شرات حويجات، جينا لهاد الجريده اللي قريبه شويه، وجلسنا كنتمتعوا شويه بالطبيعه. قلنا لمالا نشاركوا معكم هاد الخريجه، وكنتمنى تعجبكم. ومرحبا بالاصدقاء العزاز الغاليين، وديديكاس ليهم اختي ليلى، منير، سهام، نوال، دارين، جاسمين، خويا الوفا، حميد، أيوه، خليل، المهم خديجه، روزا، جدة أفنان، أم خليفة، كامل خويا عزيز دائما حاضر، ناظر دحانتي، سوسو، مصطفى، تحياتي ليكم خويا مصطفى بلا ما طيرني اختك انا طيرها. المهم شكرا لكم، وليا الشرف باش زعما تعرفنا بكم، ولقينا اصدقاء، لقينا خوت ماشي غير اصدقاء، حنا مع العائله الثانيه ديالنا اللي عزاز علينا. وكان لي الشرف انني نخرج مع اختي ورده للمره الثانيه في هذا الاسبوع هذا، والمره الثالثه باش كنتلاقاو. وان شاء الله علاش لما نتلاقاو الجميع، ان شاء الله المجموعه كامله ديالنا، مجموعه صدق والتعاون، لينا الشرف ان شاء الله نتلاقاو شي مره شي كامل نديرو شي خريجه كنسالوها لكم، كنسالوها. وكنتمنى نكونوا خفاف وظراف عليكم، وبيزو ليكم كلكم، كنسلم عليكم كل واحد اسم باسم، بدون استثناء باش واحد ما يبقى فيه الحال. لا تسمحي لا نسينا شي حد، ما تعتذر نسينا شي واحد. مع السلامه عليكم كنيزه هي معكم، وهاني رجعت معاكم انايا في هذا الفيديو هذا الزوين وفي هذا اليوم الغزال. صراحه فيديو استثنائي كما قلت لكم، صراحه جريده كتحمق، جريده فنه، وصراحه ولا ارتحيت ارتحيت. عرفتي الناس كاملين كيجيو كيتمشاو هنايا، شوفوا شوفوا اللي على المناظر رائعه، الله
صراحه غادي نوين نعاود نجي لهاد الجريده هادي. انسان الا بغى يرتاح ويخرج الطاقه السلبيه ديالو فيجي لهاد الجريده. قال اصدقاء راكم عزاز عليا كلكم، كلكم بالاسم ديال الفيديو استثناء باش واحد ما يبقى فيه الحال. انا ذكرتكم كاملين بالاسماء ديالكم، اعتذر الا نسينا شي واحد. وكما شفتوا كانت معايا اختي ورداتي لذيذه اللي كتشوفوني عندها في الحفل ديال السادسه والنصف، هي ورده بيوتي، واحد الاخت لي رائعه. راه الناس كيعرفها كيعرفها غير في يوتيوب، ولكن هي في الواقع اروع بكثير والله العظيم. هانتوما شوفلي 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 على هاد الجريده هادي كتحمق. المهم هدا راه فيديو راه ما ديني ماشي مهمة حاجة، هدا فيديو استثنائي خرجة خفيفة ظريفة فلوك. بغيت نخرجكم معايا باش تدورو وتشوفو لي المناظر الزوينة ديال الجريدة هادي. هانتوما شوفو شوفو شوفو، هادي حديقة روعة روعة بزاف والله. نبدا ارتحيت فيها. المهم هاد الفيديو راه منطولش فيه بزاف، نحاول انني ندير لكم خفيف ظريف باش ما نثقلش عليكم وما نطولش عليكم فيه بزاف من الهضره. المهم هانتوما، وكنقول لكم كاملين راكم عزاز والله العظيم. ربي لي شاهد اختي ليلى، خويا منير، اختي سهام، معززكم اكثر نتوما، وكاملين كلكم عزاز وعندكم معزه خاصه في قلبي والله العظيم. وما كرهناش يكون عندنا لقاء كاملين ان شاء الله علاش لا، ونخرجوا كاملين مجموعين، مجموعة ديالنا كاملة اللي هي مجموعة الصدق والتعاون بدون مقابل إن شاء الله علاش لا. هانتوما شوفليها شوفليها هاد المناظر هادو، هاتي داك الصوص ديال العصف اللي كتسمع غزال. أنا نديكم تشوفوا بعدا لو لاك وعاد نختم معاكم الفيديو، نديكم عاد بعدا تشوفوا لو لاك تا هو فن، هاتي عجبني بزاف. هاتي أنا مسخيتش نخرج من هاد الجريدة هادي. المهم هانتوما خليكم معايا، عنديكم تشوفوا لو لاك. المهم يلا هانتوما معايا، هانتوما انا نديكم بعدا معايا غير لو لاك. هاتي انا اللي عجبني بزاف هي الجردة كلها فينا، ولكن لو لاك زوين بزاف. لو لاك لولاك غزال والله. المهم انا عنديكم معايا تشوفوه، نبارطاجي معكم عاد ديك الساعه نختم هذا الفيديو هذا او هذا الفلوغ الخفيف ظريف. ماتش ما تمشيو معايا، حتى الناس كيدوزو من حدايا. المهم هاد كلشي كلشي كيتمشى. هانتوما شوفوا 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 هادشي هادشي كيحمق، باسكو ما عرفتش من عمرني ما جيت لهاد الجرده هادي، فجيت عجبتني بزاف. هانتوما عندكم تا فين تجلسو، دايرين كراسي فين تجلسو لي بغي يجلس يرتاح. هانتوما هنوريكم شوفو، هاهو لو لاك لي قلتلكم شوفو شوفو البيضات، شوفو 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 هادشي كيحمق. شوفو لي هاد لو لاك عاوتاني، يا سلام لو لاك عاوتاني خزار، شوفو غي المناظر لي فيه. ومن هنا غادي نختم لكم هذا الفيديو، غادي نقول لكم مع السلامه، لقاؤنا في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوناش من اللايكات والتعليقات ديالكم محفزه، واللي مازال ما اشتركش في قناه كنزه بالله يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.